السلام عليكم وصبحكم الله بالخير وحياكم الله في تغطية وجولة جديدة من أمام مسجد النافر وتحديدا من أنفاق ريع بخش، متوجهين إلى الحرم المكي الشريف للبحث عن سجادتي. فخلوكم معنا في هذه التغطية وإلى هناك. طبعاً ما شاء الله نشاهد بعد انتهاء صلاة الفجر وشروق الشمس، نشاهد وصول أغلب ضيوف الرحمن من المسجد الحرام إلى أمام مسجد النافع، ومتجهين إلى الفنادق الموجودة في أعلى أو في طريق أجياد في الأعلى. طبعا هذا فندق أبراج النوازي، وما شاء الله بقية الفنادق إلى مواقف كدي. ما شاء الله شوفوا الكثافة العالية للحافلات التي تنقل ضيوف الرحمن إلى فنادقه، وتعتبر هذه نقطة استراحة لضيوف الرحمن القادمين من الحرم، يريحون فيها. وما شاء الله يوزع الماء وبعض السناكات الخفيفة على ضيوف الرحمن. ما شاء الله تبارك الله، الماء على مدار 24 ساعة من أمام هذا الجامع. والصبح إذا تنفس، هذه صور جميلة ما شاء الله، لم تشاهدها إلا في موسم الحج، موسم الصباح ما شاء الله تنفس بهذه الأجواء الجميلة، بجمال كبار السن، بجمال ضيوف الرحمن، تقريبا المغادرين إلى المدينة المنورة أو إلى لا أعلم إلى أين مغادرتهم، لكن نستودعهم الله ونتمنى لهم سفرا سعيدا وحجا مقبولا وزيارة بإذن الله في مواسم قادمة بإذن الله. الله طبعا هذه البعثة الجزائرية الآن مغادرين في هذا الصباح الجميل إلى المدينة المنورة، نستودعهم الله ونتمنى لهم زيارة قادمة بإذن الله، عمرة أو حجة بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله، هذه الباصين راح تتحرك الآن إلى المدينة المنورة. طبعا مشاعر ضيوف الرحمن وهم يغادرون مكة المكرمة مشاعر تختلط فيها الحزن وفقد هذا المكان الجميل، ونتمنى لهم زيارة بإذن الله في مواسم قادمة. وداعا حجاج بيت الله، وداعا ضيوف الرحمن، وداعا أحبابنا من الجزائر. الفنادق تتزين بأعلام البعثات، ونشاهد كبار السن ما شاء الله وهم يستمتعون بهذه الأجواء الجميلة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله هذا الطريق بامتداد طريق أجياد الحرم. ما شاء الله نشاهد شارع بير بليلة كالعادة بكثافة العددية، وهذه الحافلات القادمة من مواقف كدي متجهة إلى مواقف ريع بخش لنقل الحجاج وضيوف الرحمن إلى مقر إقامتهم في الفنادق الموجودة في شارع أجياد كدي. وأنا راح أواصل معكم رحلة البحث عن سجادتي، وأكيد في واحد حاسدني على السجادة أو داعي علي. هذا الصباح الجميل مع ضيوف الرحمن الجميلين. عن هذه محطة حافلات الرسمية أو حافلات مكة، لكن تحولت الآن إلى محطة لنقل الحجاج إلى مقر إقامتهم في الفنادق الموجودة في أجياد. بعد انتهاء موسم الحج راح ترجع حافلات مكة إلى هذه المواقف المخصصة لها. من أمام فندق الشهداء، وهذا الصباح الجميل وضيوف الرحمن في الحافلات.
والصبح إذا تنفس، تنفس معي هذه المشاعر الجميلة. أهلا أهلا يا، كيف حالك؟ ما هي مشاعرك؟ كويس ما شاء الله. هذا الولد حزين، كلهم زعلانين الأولاد ما شاء الله. الله، الآن اقتربنا من مدخل أجياد المصافي، نشاهد الكثافة عددية في هذه النقطة، النقطة الأولى أو الاستراحة الأولى اللي تأخذ فيها ماء يوزع كسبيل على ضيوف الرحمن المارين من هذا الشارع. ما شاء الله تبارك، فندق إيلاف المشاعر، أجياد المصافي، وهذه مدخل إلى مواقف ريع بخش، وصور جميل وصور جميلة لضيوف الرحمن العائدين من المسجد الحرام بعد انتهاء صلاة الفجر. ما شاء الله هذه الخارجين من مواقف ريع بخش، نشاهد أعداد راح تتجه الآن إلى الحرام. شوفوا ما شاء الله أعداد جميلة، كثافة عالية. شوفوا الألوان، طبعا تدخل الحرم على شكل جروبات ومجموعات. الله، الأعداد الداخلة إلى المسجد الحرام توازي نفس الأعداد الخارجة من المسجد الحرام في هذا الصباح. وعندما تشاهد مثل هذه الحقائب يخالطك شعور الحزن والفراق، فراق ضيوف الرحمن. عنا ما شاء الله الآن الدخول على الساحات، ونشاهد الخارجين من الرواق السعودي من الدور الأول ما شاء الله. وشوفوا إذا هذه العجوز جت إلى هذا المكان واستطاعت أن تأتي إلى هذا المكان، فوش اللي مأخرك أنت ما تجي وتستمتع بهذه الأجواء الجميلة وتؤدي العمرة أو مناسك الحاج مع ضيوف الرحمن. ما شاء الله تبارك الله، شوف أغلبهم ما شاء الله كبار السن. ما شاء الله في هذا الصباح الجميل راح ندخل بإذن الله إلى صحن المطاف من أمام باب الملك عبد العزيز. ما شاء الله من الساحات الجنوبية راح ندخل إلى صحن المطاف من باب الملك عبد العزيز. شوف الأعداد ما شاء الله، كمان نشاهد صحن المطاف مزدحم، أو مدخل باب الملك عبد العزيز مزدحم بضيوف الرحمن، ونولي إخواننا الحجاج وضيوف الرحمن بالدخول إلى صحن المطاف، وبإذن الله ملحوق في أيام قادمة بإذن الله راح نطوف وندخل إلى صحن المطاف بأريحية وفي بعد انتهاء الموسم ومغادرة ضيوف الرحمن. الاحترافية في التقاط الصور الجميلة مع ساعة مكة، وراح نواصل معكم البحث أو بحثنا، طبعا تم البحث عن السجادة في ساحات وأروقة الحرم ما وجدناها، وراح ندخل إلى المحلات التجارية ونشتري لنا سجادة جديدة. طبعا في محل سجادات في هذا الطريق، إن شاء الله نحصل عنده سجادة كويسة. ما شاء الله شوف هذا المحل عنده أنواع السجاجيد، شوفوا ما شاء الله، بس هذه ثقيلة راح تشيلها معك، نبغى سجادة خفيفة وفي نفس الوقت. شوفوا زي هذه ما شاء الله، هذه كويسة لكن ثقيلة.
أتوقع أنها راح تكون ثقيلة. هذه أو السجادة الزرقاء هذه، ما أدري هذه مناسبة علي ولا لا، بس أحس أنها ثقيلة. إيه ثقيلة وطويلة، شوفوا طويلة ما شاء الله، شو كلها أشكال جميلة، بس ما أدري إيش. حتى هذه يمكن شكلها خفيف، شكلها أخف، ها وأقدر أشيلها في أي مكان، ممكن زي كذا. وين الشكل المناسب، الأخضر أو الأحمر؟ جينا عند هذا المحل وقررنا ناخذ هذه، تقريبا شكلها حلو ومناسبة وخفيفة. وخلاص اخذنا هذه. ما شاء الله اخذنا هذه السجادة وبالعافية علينا، وان شاء الله ما حد يحط عينه عليها. طبعا ما شاء الله هذه صور جميلة للساحات الجنوبية، ونشاهد الخارجين الى مواقف كدي من هذه السلالم ومن تحت برج الساعة إلى الحافلات الموجودة تحت برج الساعة والتي تنقلك إلى مواقف كدي. ما شاء الله صوالين الحلاقة شوفوا لها في هذا المسار من أمام باب الملك عبد العزيز، يعني محلات تجارية كلها، دور البدروم هذا كله مخصص للحلاقين، وكذلك في مطاعم ومحلات تجارية. ويا صباح الجمال ويا صباح الأجواء الجميلة، وأغلب ضيوف الرحمن مستمتعين بهذه الأجواء، وأنا كذلك مستمتع بهذا الصباح الجميل. وندخل في جولة سريعة إلى المحلات التجارية الموجودة في برج الساعة، ونشوف محلات الذهب، محلات العطور، محلات الذهب، الاكسسوارات والسبح. وما شاء الله شم ريحة عطر كويسة. ايوه هذا محل المصباح، اشم ريحة عطر ما شاء الله فايحة وكويسة. وهذه كذلك محلات السبح للجملة، ريم السبح، شوف اللي يبغى ياخذ هدايا كلها بالجملة تقريبا. وشوف ما شاء الله انواع العطور وكذلك انواع البخور. المهم استمتعنا معكم بهذه الجولة الصباحية الجميلة في البحث عن السجادة، والحمد لله شرينا لنا سجادة جديدة. وشوف هذا يبخر المكان ويعطر المكان، هذا يكتب وهذا يكتب الأسماء على السجادة كهدايا. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا رازا، وهذا ماهر، لا ماهرة ما أدري والله وش الاسم، لكن ما شاء الله تبارك الله محترف في الكتابة، وتصلح كهدايا، تكتب على السجادة على أي شيء. الأدوار الجميلة هذه، المحلات التجارية في الطابق الأرضي وفي الأدوار العلوية، تقريبا الدورين أو الثلاثة الأدوار الأخيرة كلها مطاعم، والأدوار السفلية محلات تجارية. وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم، نعدكم بتغطية أفضل
في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.